تعالوا شوفوا ليكو جابوا بنات جداد بس شكلهم كثير مبهدلين ما هيك صفوا منيح شدوا حالكم جدي ارفعوا روسكم لفوق وقفوا منيح هدول باحسن الاحوال ممكن يقبلوهم خدامه ولا حركة اللهم ما بدي اسمع اي صوت ابدا يا بنات لا تخلوني اطلعها يلا على غرفكم مع مين عم بحكي على غرفكم احسن ما اصل لسانك انت وياها طلعي هاي مو جهنم مثل ما قلتي طولي بالك لسه ما شفنا شي من شرهم خدوا اللي اخترناهن على الحمام وخلي الحكيمة تعينهم كلهم الباقي نزلهم لتحت وبكرة الصبح منشوفهم شيل ايدك عني عمل لك شيل ايدك عني شو ما عم تفهم سكتي الله يلعنكم انتو واصركم وسلطانكم لك سكتي وقتي شو عم بيصير تحت؟ مين قليلة الأدب يلي عم تصرخ هيك؟ الموت أحسن لي بعدوا عني تخبوني هدول البنات اجوا هدية للسلطان من الكرم أنا ما بدي أعيش هون تركوني حاجة عيني جيبوا لي إياها وأنا بعرف بحاسبها فتحت أمك لشوف فكية افتحي عيونك افتحي تمك ايه افتحي منيح فكي تعالي عندي بعدي عني وإلا بيتلك ها نحن ما لنا حيوانات عادي منيح عادي عملك بدي افحصي عادي لشوف عادي لشوف انا اللي بيتلك عادي رح تندمي عادي كني بقى كني ايمي ايدك شو اسم هالبنت هاي ايمي عادي الكساندرا سكتي هي من روسيا يلا يا بنات تحركوا بسرعة بلا كسل يلا بسرعة أسرع 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 من هيك يلا يلا اشلحوا من رجليكم هون برا يلا كلكم فوتوا لجوا تحركوا بسرعة شو بدكم عزيمة؟ اسمعوني منيح هلا بتلبسوا تيابكم وبتناموا وبكرة رح يعطوكم تياب جديدة فهمتوا شو عم قول؟ يلا يلا انت يا الكساندرا شو ما بتفهمي يعني كسر لك ايديك يا شيل يوم من على الارض طلعوا فيني وفهموا منيح انا ما رح اتساهل مع اي وحده منكم هذا القصر قصر توب جابي قصر السلطنه العثمانيه وكلياتكن هلأ ملك للسلطان سليمان المعظم والست يلي حكت معيك روسي هي أمه للسلطان أمه لسلطاننا كلنا وهي من وين بتعرف لغتنا؟ هي بنت كرم خان وكيراي خان ما اجت مثلكن جاري على القصر اجت سلطاني محترمي يلا الكل على النوم يلا تعي معي نحن كلياتنا اجينا لهون جواري بس انتي اذا بتحطي عقلك براسك ما رح تضلي جاري
بتعملي منيح وبتسكري تمك وبتعقلي. كل البنات يلي شايفتيهن عم يتجهزوا للسلطان، بس إذا بيختارك وبتقدري إنك تساعديه، وإذا بيصير عندك ولد منه بتصيري أنت السلطانة، وقت بتحكمي العالم. يلا شو قالت لك ألكساندرا؟ ما قالت أي شيء. يلا خلينا ننام. كأنه جروحكم كلها شفيت. بتمنى يكون معكم. أنا مو قدراني أتحملهم، هدول الناس اللي هون سيئين كتير. خدوني معكم. ما فيك تجي معنا ألكساندرا، أنت لازم تبقي هون مشان تنتقمي لنا. أنت لازم تعيشي وتقوي أكتر. في شغلات لازم تساويها، وكل ما بتقوي أكتر نحن رح نرتاح أكتر. ليو وين راح؟ ليش ما اجى معكم؟ ليو مو موجود، من وقت طويل ما شفناه، ضايع. انا خسرتكم كلكم، لا تتركوني لحالي، ما فيني اتحمل. تقدري، بنتي قوية كتير. نزف الدم لازم يوقف، وعيسى المسيح رح يحميكي. أليكس، ألكساندرا فيقي، أنت عم تحلم. اهدي. يسوع المسيح، إجا ليساعدني. أنا متأكدة. خبرينا شو صار معك. يلا احكي أليكس، احكي يلا. أليكس فينا نعرف ليش إلك يومين غايبة عند السلطان؟ شو اللي صار معك؟ احكي لنا. يلا خلصينا بقى احكي. يلا خبرينا شو صار معك. يلا بعد هلأ ما في أليكس، رح تنادولي باسم تاني من هاللحظة. بتنادولي هيام، ماشي؟ شو فجأة هيك تغير اسمي؟ ومين اللي سماكي هيك يا حلوة؟ السلطان سليمان هو يلي سماني يا شاطرة. هيام 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 ناداني. ألكساندرا ماتت، هيام ولدت. يلا احكي لي. حاجة تدللي بقي هالبحصة.
مهضوم كتير وضحكته بتجنن. طيب ليش بقيتي ليلتين هنيك؟ قلتلك ما رح تكون ليلة، رح تكون ألف ليلة وليلة. والله بتعمليها انتي فعلا وحدة بتخوفي. انتي بتحبيني ما هيك هيا؟ أكيد ما رح تسحريني. عالسريع ضبي غراضك ألكساندرا. رح تنتقلي من هالمهجع، رح يكون لك غرفة جديدة يا ألكساندرا. أنا اسمي هويام، انسوها لألكساندرا. فخامة السلطان سماها من الصبح وهي هيك عم تحكي. إذا السلطان هو اللي سماها فبتنادوها هويام، وما بقت جارية عادية لأنها رح تنتقل لبين الجواري المميزين. اتفضلي ست درة اعطيها ياهم. هويام، هويام خانم، السلطان بعت لك هدول هدية. يلا قومي بوسي لإيدها وتشكريها، هي ست إلى قدرة وقيمتها عند السلطان. معقول هالحكي؟ إيه مولاتي، السلطان هو اللي سماها وطلبت من الكل إنه ينادي لها بهالاسم هاد، وقالت ألكساندرا ماتت وهي ولدت هلا. مجنونة، هي صحيح هلا ولدت بس رح تموت وعن قريب كتير. تصرفي مثل الولاد هيك ما بيجوز. والله برافو عليكي انك قدرتي توصلي لهذا المكان، بس المهمة الصعبة كيف تقدري تحافظي على مكانتك. هي الشغلة مو سهلة بنوب، ورح ينافسوكي بنات كتار ويحقدوا عليكي ورح ينصبوا لك فخاخ كتير. ما في فايدة من الحكي معك، واضح عقلك صغير، هذا المكان مو للعب. تعي رقصي معي هويام. درة، سنبل. حاضر مولاي. خدوا هاي شوفوا شو بها. سندس تعال. مولاي، القاعة طريقة من هون.
أنا شو قلت لكم ما قلت لكم احنوا روسكم ولا تطلعوا لفوق أبدا؟ ما بكفي إنك اطلعتي فيه ولفظتي اسمه للسلطان، لا فوق منه وقعتي بين إيديه كمان. أخ بالفعل أنت وحدة ما بتخجلي، مين أنت لحتى تلفظي اسم السلطان وتنادي له هيك سليمان حاف؟ ولك مين أنت حتى تدوخي على إيد السلطان يا قليلة الترباية؟ بس تخلص جولة السلطان بتشوفي عقوبتك. كاك ناليت سي أوتشين بريفليكات النايا بريك نولاس سوما شاتشي يا أليكس كاكتي بتريال الزازنانية؟ فيتشتوف كيوتي بياك كناب تجال الزازنانية فاستاباي. راح نعلمكم اليوم طريقة الوقوف والانحناء، يلا الكل يقوم من محله بسرعة بسرعة بسرعة، يلا قوموا 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 بسرعة، شو لساتكن عم تستنوا؟ أيوة. وهلأ أول شي رح تساووه إنكن تمسكوا كفوفكن ببعضن، ممتاز، وبعدين بتنحنوا وبتخلوا ظهركن مستقيم لقدام، نحنوا 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 كمان بدون ما ترفعوا روسكن، رح اتفقدكن الكل ظهره مستقيم، انحني أكتر، أيوة أيوة الكل مستقيم شوي لسه، ممتاز، رح نشوف، يلا هلأ وحدة وحدة، يلا بنتي ضمي كفوفك لشوف، ممتاز، نحني 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 كمان شوي كمان شوي، ايه بنتي ايه لسه شوي، نحني نحني اكتر، يلا يا ترى شو هو اخر شي انا علمتك اياه اليوم؟ شو اخر شي تعلمتيه يا بنت؟ المحظورات. مو قلتلكن انه الشرود ممنوع يا بنت؟ ايه قلت. كتير منيح، لكان خلينا نكمل من عند المحظورات. هلأ المحظورات، صوت عالي ما في، اختلاس النظر ما في، حكي عن الناس ما في، عصيان أي أوامر ما في، رجال ما في، فهمتوا كل شيء؟ قول. وهدول شو عم يساووا هون؟ ايه بس هدول مسمح لهم لأنهم مانن رجال. مانن رجال؟ هدول خدم الحرم لك، يعني مخصيين. كأنكم صايرين عم تضحكوا كتير؟ ما بتنتركوا لحالكم منوب، دغري بتصيروا بتضحكوا. هلأ خياطين القصر عم يستنوكم بإيديهم مقصات، يلا تعوا معي لشوف، الحقوني. تمسكوا من إدنه بحركة لطيفة وبتحنوا ركبكن على أقل من مهلكن، تمام؟ طبعاً بإيديكن الاثنين بكل هدوء وشوي شوي بتنحني، تمام؟ جربي أنتي بكل هدوء، الأصابع مضمومة. بس يا بنات. مين هاي؟ هاي من الكرم، المجنونة ألكساندرا. من الكرم؟ من روسيا، بنته للبابا تبع الأرثوذكس. إيديكي على الإبريق شوي بس، الأصابع مضمومة. أرثوذكس ما؟ أرثوذكس، عصابات التتر هنن يلي خطفوها، باعوها لقصر الكرم ومن هنيك جبناها. لو تشوف كيف كانت أول ما إجيت، قليلة أدب كتير وما أنا مرباية، بس هلأ عم تتحسن لأنه عم ربيها على إيدي أنا. ايه جهز لي اياها لنشوف تربايتها. الكسندرا؟ ايه واللي جنبها هديك القصيره؟ ايه هاي اللي دايره ظهرها لنا وما عم تطلع فينا ابدا. ايه هاي الثانيه رفيقتها. هدول بنات جداد. شوفي لبسهم شو مبهدل، شوفي لبس هدول البنات شو حلو وتقيل، ولابسين مجوهرات كمان. جد كتير حلو نيالون. هدول البنات المدللين بالقصر بيناموا بيفيقوا على ريش نعام. إما كتير حلوين. وللأسف نحنا طلعي على حالتنا، ما بتعرفي بجوز نحنا نصير مثلهم. وصلوا اليوم على القصر مرت السلطان وابنها، السلطانة ناهد دوران حلوة كتير. وأنا شو بيهمني، إن شاء الله كلياتهم بيموتوا. لا تقولي هيك ألكساندرا، هالحكي ما بيصير هون.
اجوا، ان شاء الله ما يكونوا سمعوا شي من اللي حكيتيه. انتي وكمان انتي ماريا، ألكساندرا، امشوا معي فورا. ليش نحنا؟ شو عملنا لتاخدونا وتجازونا؟ يلا قدامي، هاي الليلة عندكم شغل كتير، رح ترقصوا للسلطان سليمان، أكيد بتعرفوا ترقصوا وتغنوا مو هيك؟ اطلعوا، الرقص كتير سهل، بتتحركوا بكل سلاسة وانسياب وعفوية، خلي كل قطعة تتحرك بجسمك والأهم الإيدين. يلا قدامي انتي وياها، يلا. جناحك ريحته حلوة كتير، في شي يا ناهي الدوران؟ اطلعوا وتركونا لحالنا شوي. حكي لي، هاتي لشوف. السلطان الليلة في عنده حفلة، ما لازم هاي الليلة تكون إلي؟ هذا الشيء هو اللي بيقرره. انتي بتضلي ام الامير واكتر وحده بحبها السلطان، في الف وحده بتتمنى تاخد مكانك وتصير سلطانه. لا تتدللي مثل البنات الصغار والا رح تنهز مكانتك بهالقصر، لهيك حطي عقلك براسك وقعدي بجناحك مثل اي سلطانه متزنه. مو قصدي زعلك مني، عفو جلالتك. ما بتزعلني هيك شغلات صغيره بنتي، بدي اياكي تنامي منيح، بكره يوم حلو.
منديل السلطان حلو كتير. انتبهي عليه منيح ولا تضيعيه، لأنه بكرة المساء بفضل هذا المنديل رح تنفتح لك بواب السلطان. ما فهمت ليش، شو في بكرة المساء؟ احكي لها فريال. السلطان حيكون بانتظارك، في خلوة بكرة المساء. خلوة؟ رح تقضي ليلة مع السلطان. لا تتغابي، مفكرة ما شفتك كيف كنتي عم ترقصي لحتى تلفتي له نظره؟ بلا العيب الجارية المسكينة ألكساندرا. ألكساندرا، السلطان انسحر بحركاتك ورقصك؟ والله أنت مو سهلة أبداً. هذا حسد ولا غيرة؟ ألفت لهلأ بتعتبروها من السلالة الحاكمة؟ ألفت زوجته الأولى للسلطان، حتى كمان جابت له ولد، بس ما كان إلى نصيب، ابنه مات وهيك بقيت بالقصر. بس هي مو مريحة بنوم. ألفت تعي عدي قدامي. أنا بأمرك مولاتي السلطانة. أنتي وحدة منا، حتى لو ما كنتي مرته للسلطان هلا. يلا. بهنيك يا مولاتي، كل عيلتك موجودة حواليك. ولو سليمان هلا معنا كانت بتكمل فرحتي. شو رأيك نبعت له خبر يجي؟ مستحيل يجي هالليلة، لأنه طلب ألكساندرا. ليش واقفة هنيك؟ عم تطلع فينا مثل الحي وكأنه صاحبته للقصر. نقلوها سكن الجواري المميزات ولهيك مبسوطة. لكن روحي نادينا. بس مولاتي، بلكي فخامة السلطانة انزعجت من هالتصرف. لما بقلك تروحي تساوي شغلة بتعمليها فورا. روحي ناديلها بسرعة. Thank you.
ألكساندرا؟ قالوا لنا أنك بترقص كتير حلو، مزبوط؟ خلينا نشوف رقصتك يا ألكساندرا. قومي رقصي. بتعرفي تهزي خصرك كتير منيح. هويام، كأنك قلتي شي. قلتلك اسمي هويام ألكساندرا، خلص، لأنه السلطان سليمان هيك بده. لا تقللي أدب قدامنا يا ألكساندرا. أنا مؤدبة أكتر منك. يلا خدوها من هون، حطوها بالأبو مع الفيران، خليها تعفن هنيك. أنا هويام، أنا هويام، هويام عم تسمعوا؟ هويام اسمي. امشي بلا عناد، فوتي قدامي. اتركني، ما بدي فوت. لك قدامي، قفله منيح، خليها بركي بتتربى. الأبو بيخوف كتير، ما هيك؟ طمني بالك، عتمة وبرد كتير بالأبو، ما في غير الجرادين. إن شاء الله الفيران تأكلها. Thank you.
تعتذري لي. يلا يا بنات. جلالة السلطان سليمان المعظم. بسرعة بسرعة. يلا يا بنات صفوا محلكم. يلا يلا يا بنات امشوا قدام. هويام انت احلى هدية بتجيني بحياتي. سليمان في عندي أمنية. طلبي وتمني طلبك مجاب. الإسلام هو دينكم وأنا حابة أكون واحدة منكم. بدي طلع على الدنيا مثل ما بتطلع لحتى أشوف الأمور مثل ما أنت بتشوفها. بدي يجمعنا الدين مثل ما جمعنا الحب. يعني انت حابة تصيري مسلمة؟ ايه بدي. وهالشي هاد طالع من قلبك؟ ايه قلبي عم يطلبه. بيصير هالشي؟ الاسلام هلا لازم تنطي بشهادتين. يلا كرري وراي الكلام اللي بدي اقوله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هالشهادة تعني انك انت بتآمني انه ما في اله تاني غير الله سبحانه وتعالى، وبتعني انك بتعترفي بسيدنا محمد هو رسول الله وخاتم الانبياء. Thank you.
سمعتي 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 يا حقيرة يا قاتلة، موتي وخلصيني منك يا حقيرة يا سافلة. انتي 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 السبب اللي صار لي، انتي السبب، انتي لازم تموتي حتى انا ارتاح، موتي وخلصيني. انتي اللي قتلتيني ابني، انتي اللي قتلتيه وموتيه. وين رفيقتك هيام؟ مو هون؟ هيام لساته عند السلطان. عم يقولوا ساحرته للسلطان، فيني أعرف بشو ساحرته؟ لا تقولي هيك حكي، عيب عليكي. ولا غيراني؟ كلنا عنده جواري، ليش ما غار يعني؟ انتو شو عم تستنوا؟ ما عندكن درس؟ يلا تعالوا لهون، وقفوا كلكم بالصف، سبقوني على غرفة الدرس، راجعوا الدروس بين ما أجي، ما رح أتأخر. حرام كيف مشوهتها، هيام وضع سيء، والمفروض انه الحكيمة تشوفها. نحن رح نحل الموضوع، ما سمعتي شو قال الدرة؟ انتي روحي جيبي شي لننظف لها جروحها. ما بيمشي الحال هيك يا سنبل، هيام مو جارية عادية، هي المفضلة عند السلطان. والله اذا ماتت رح ننتهي، ناهي الدوران يلي عملت فيها هيك ما رح يصير لها شي، بس والله نحن رح يقطعوا لنا راسنا. تعرفي اني عبد مأمور يا فريال، بعدين خطيت برقبة الست درة، وبالنهاية نحن ما خصنا. سليمان في شغلة تانية مولاتي. شوفي درة، قلبي ما رح يتحمل أي خبر سيء تاني. هيام خانو أكلت قتلة ماكني اليوم، وكل جسمها متشوه. كيف؟ مين ساوى هيك فيها؟ الله ستر ما حدا شاف هالعملة اللي عملتيها. كيف بيخطر لك تتقاتلي مع جارية بالقصر؟ نسيتي إنك مرت السلطان؟ وإنك أم ولي العهد؟ وهذا القصر كله إلك بالآخر، حتى الجاهل ما بيعمل عملتك. أنا كنت كتير متضايقة، طلعت بوشي وقت كنت رايحة أخبر السلطان، لما شفتها ما قدرت أمسك أعصابي. صدقيني أنا بس كنت رايحة أخبر فخامته بخسارة ابني. هي شو دخلها؟ ما كنتي تحكي معها، كنتي تركيها وبس. ما قدرت شوف وشها، حسيت إنه هي السبب بيلي صار، وقتها فقدت أعصابي. شو قالت لك؟ قالت لي أنا بكرة رح أقلعكن من هون، انتي وابنك وام السلطان، رح اقلعكم كلكم من هالقصر. هالقصر رح يكون لالي وبس، كل الاملاك اللي عندكم رح اخذها لاني. بكفي، ابني سليمان ما لازم يعرف باي شيء صار. يا ست درة، وضعه يا ما بيطمن بنوب، ممكن تروح فيها. لا سمح الله، كلها كم يوم وراح تصح. كلامه مزبوط، خلينا على الأقل نخبر إبراهيم باشا. يا ست درة، انتو ما دخلكم بشي أبدا، ما حدا لازم يعرف. لا تخلي حدا يفوت على الأوضة. بس عايشة عم بتنام هون، شو بدنا نقلها؟ ليش قلت غرف هون سنبول؟ لا أقول شي غرفة. سنبول لوين رايح؟ درة عندي شغلة مهمة مهمة. السلطان طالب يشوفه يا خانو، جيبها فورا. شو ما سمعت شو حكيت؟
سمعتك إبراهيم باشا، معقول ما سمعتك؟ لكن يلا بسرعة روح جيبها بسرعة تحرك. حاضر على عيني. شربي هي من إيدي، لا تعصبيني هلأ. يلا بقى عم قلك لا تعصبيني، شربيها شربي. استغفر الله، يا مصيبتنا يا درة. شو بدنا نساوي؟ السلطان طالب هيام، كيف بدنا نبعتها بهالحالة؟ شو بدنا نساوي؟ بظن حل هالمشكلة عندي. شوفي إبراهيم خير؟ سنبل رجع من عند الحرم لك، قال هيام خانه مو حابة تيجي اليوم، قال لي وضعه ما بيسمح له، هيك قالت له. اغفر لي مولاي. شو هالوقاحة؟ هذا أمر فورا خليها تجي. وينك لهلأ؟ شو عم بتساوي كوسر؟ الأمير مصطفى تأخر لحتى نام مولاتي. هلأ روحي شوفي لي هالجارية قامت على حيلة؟ عرفي لي كل التفاصيل وارجعي فوراً، بدي أعرف شو عم بصير. ما بتأخر، رح شوف لك وارجع فوراً. شو صار؟ ليش ما أجت معك؟ أنا كتير آسف يا إبراهيم باشا، والله وبالله اتدخلت عليها وما ضل غير وطي بس لرجليها، بس عبس ما رضيت. شو يعني ما رضيت تجي؟ ها؟ سنبول، شو هالجارية جنت يعني؟ السلطان سليمان عم يستناها، اللي شوفي شو صاير. لا شوف إلي، أنت شو مخبي عني؟ دستور جلالة السلطان المعظم سليمان. انت كيف بتخالفي اوامري؟ طلعي فيني وجاوبيني. لان وشي تشوه، ما عندي ليق بسلطان مثلكم. ما فهمت شو قصدك. رفعي راسك بلا ما تطلع فيني، مشان الله بلاها. مولاتي السلطان اجى على الحرم لك، بخاف يفوت لعند ألكساندرا ويشوف شو صار فيها. مين عمل فيك هيك؟ مين اللي تجرى؟ بس قولي مين اللي عمل فيك هيك؟ لا تبكي، بس قولي لي والله غير آخذ له روحه كرمالك. No.
ناهد دوران؟ درة تعال شوف، خدوها على جناحي فورا وجيبوا لها الحكيمة وبعدين بحاسبكم. أكيد هلأ بتكون عم تشتكي له علي وعم تقنعه وتقول له إنه هي مظلومة وبريئة. يا خوف قلبي السلطان يصدق كلام هالجارية. الليلي شو لازم أعمل؟ أنتي تعملي هيك؟ أنتي السلطانة ناهد دوران، مرتي وأم ابني. جاوبيني، كيف تجرأتي تعملي هيك؟ مولاي أنتي كيف بترفع إيدك على واحدة من حريمي؟ وهالإيد كأنها رفعت علي أنا. من هاللحظة لا بدي شوفك ولا حتى ألمح خيالك. مولاي هيك بموت؟ طول ما أنا عايش ما عاد بدي أسمع صوتك. أنا فعلاً مالي مصدق. علاقتنا انتهت وما عدت تعني لي شيء. هيام هيام شو في هيام؟ بس على مهلك عليها. احكولي مين يلي شوها؟ ما في شي وقعت بالحمام. يلا اجا وقت النوم، الكل على فرشته بسرعة. أمي شو اللي جاب السلطان لعندي بهالوقت؟ أكيد أنت بتعرفي أنا ليش جاي هلأ. ما بعرف والله، قلي شو صاير شغلت لي بالي. بيتعلق بالحملة؟ لا لا أبداً، عن قريب رح نبلش بالحملة. مشكلتي الأساسية هي ناهد دوران. تحسب حسابك من بكرة الصبح، مصطفى ابني بيضل عندي وهي بتبعتوها على القصر القديم ببيازيد. ما بدي إياها تبقى قدام عيوني، مو طايق شوف خلقتها بنوب. سليمان شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ لا تخلي عواطفك تحكمك. ناهد دوران بتكون مرتك، ولا تنسى إن أم ابنك كمان. هالشي ما صار بدولتنا من قبل أبداً، وهاد بعارة تقاليدنا والعدل والعادات. والله بعد اللي عملته إذا بدي يكون عادل لازم أطال رأسه قدام كل الناس. هذا هو العدل. وهلأ أنا أخذت قراري، ومستحيل إن تضل دقيقة واحدة بعد اليوم بالقصر. غلطته لازم تتعاقب وهي عقوبتها. كيف بتتجرأي تجي لعندي؟ أنا ما في شي بيمنعني إني أتجول بالحرم لك. أنت مالك صلت علي لحتى تقلي لي وين روح وين إجي؟ لا ترفعي صوتك، أحسن لك. ما عاد رح أسكت أبداً. أوعك تفكري تقللي احترامي أكتر من هيك. لازم تعرفي إني صرت قوية وفي عندي مين ياخد لي بحقي. أنت عم تتخطي حدودك،
يا ريت تنتبهي لكلامك، لأنه هالكلام أنت مانك قده. قيمي هالحقد من قلبك بقى، لأنه مصطفى مو بهالقوة لحتى يقدر يواجه السلطان. حاجتك بقى. هلا بدك تعتذري من هيا مو قدامي. ما سمعتي شو أمرتك؟ أنا بعتذر. سلطانة بترجاكي توقفي بكي. أمي شو اللي صاير؟ أمي شو في؟ أنا خلص تعبت يا مصطفى، أنا ما عاد فيني أتحمل هالمرأة أكتر من هيك يا ابني. ممكن تفهميني شو صار بالضبط؟ رحت لحتى أحكي معها مشان اللي عم تعمله. كل اللي قلت لها إياه أنه ابني صار شاب وما عاد رح أسكت على تصرفاتك. كانت رح تضربني تصور، رفعت ايدي بوشة لحتى دافع عن نفسي قدامها. فجأة نالت السلطان بهديك اللحظة وما بقى عرفت شو بدي قله. مسكني من ايدي جبرني اني اعتذر منها بالغصب يا ابني. امك يا مصطفى اعتذرت من هيام. انا ما عاد فيني استحمل مصطفى لهون وبكفي. مصطفى والله زعلانة على الست درة، يعني هيك بزتوها بالشارع بدون رحمة؟ وين بدها تروح بعد هالعمر؟ شو بتعمل؟ أنا مالي مبسوط من اللي عم بيصير أبدا. لازم نلاقي شي حل أحسن ما تتطور القصة أكتر. مو بس هي المشكلة، لأنه في كتير مشاكل غيرها. كيف؟ شو بدك تساوي؟ مصطفى، سلطانة هيام، فيكي تتركينا أنا وأبي شوي؟ مولاي بتعرف شو وعدت لأمي؟ وعدت أني أحمي حياتها لو مهما كان الثمن، وأنه ما رح خلي حدا يزعلها، وحضرتك بتعرف هالشي، ومشان هيك رحنا عقدرنا. بس اللي واضح أنه ما في شي تغير بنوب، لساتك عم تعاملها بنفس الطريقة وكمان بنفس الأسوأ. والعدالة من أساسيات حكمك سلطان، مو هيك انت علمتنا؟ بدي اعرف مين عم يتحكم بمستقبلنا سلطان، حضرتك ولا سلطان هيام؟ مولاتي جلالة السلطان بده اياكي. انت شفته للسلطان؟ كان معصب شي؟ شفته، كان معصب كتير، الله يستر. بس لا يكون عارف شي، معقول السلطانة ناهد دوران تكون قالت له يا مولاتي؟ اهدى شوي، توترك هادي اللي رح يكشفك ويخلي الناس تعرف انك ورا هالشغلة. نيلوفر جيبي لي احلى فستان بيحبه جلالة السلطان علي. كل شيء حيكون لمصلحتي.
سليمان. قالوا لي طالب تشوفني. هيام، تعرفي مين أكثر واحد بحبه بولادي؟ رح قلك مين أكثر واحد بحبه، هو مصطفى. بس أنا بحبه لمحمد كمان، مو قد ما بحب أخوه الكبير طبعاً، لأنه لساته صغير. وبنتي مريم كمان بحبها كتير، لأني بحس بس أطلع بعيونها إني عطول لازم أكون جنبها. بعدين ابني سليم وبيزيد. لازم تعرفي منيح إنه أنا بحب أولادي كلهم يا هيام، وبحب تفهميهم مين بيكون أبوهم بالنسبة لإلهم. أبوهم السلطان اللي بيصون رعيته وبيحمي بلاده، العادل السلطان سليمان اللي ولاده تابعين لإله. وكتير بحب يطلع أولادي مثلي أنا، لحتى يقدروا يحكموا بالعدل ويعرفوا كيف يحموا بلادهم من الأعداء. هذا الحكي اوعك تنسيه. هلا انت يا هيام، هالشخص اللي واقفه قدامه بتعرفي مين هو؟ هو اللي بايده حياتك بتتغير بلحظه واحده. إنه مبسوطين لأنه عم نحكي بالإيطالي مع الأميرة. ما رح تجي مرة تانية؟ يعني هي رجعت على بلدها؟ للأسف ما عاد تجي. أنت مولاي وسلطان روحي، وأنت سبب سعادتي كلها وعشقي كمان. شو هالعشق هاد يا هيام؟ حب له هو انتقام ولا تملك؟ إذا هيك ما بيكون اسمه حب. كيف بتتجرأي تعملي هيك بضيفي من ضيوفي؟ مين؟ قلي مين حكى لك يا سليمان؟ هنن عم يتهموني زور. صدقني أنا ما سويت شي للأميرة. لتكون صدقتي اللي قالوا لك يا هنن، مرايدين إنه إحنا نضل سوا وعم يحاولوا يفرقونا، وبدون ينتهي الحب اللي صار له سنين. وبلكي هالحب اللي صار له سنين جواتي انتهى. ما رح ينتهي. ما رح ينتهي. ما بقدر أعيش بدونك، وإذا بتبطل تحبني بموت. إذا بطلت تحبني خليني موت هلا. عن جد أنت بطلت تحبني. We'll be right back.